يضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية ويعلنها في أجل أقصاه 10 و40 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، وتتمثل في 6 أجال أساسية، ألا وهي أين تعاين وتركز وتجمع النتائج المسجلة من قبل حول قانون الانتخابات فليتفضل. لم تحصل على هذه النسبة وأصواتها. إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد، وأنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري. ولهذا الغرض كان لزاما علينا أن نبرمج هذا اليوم الدراسي حتى نمكنكم من الاطلاع بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات، بالإضافة إلى الإلمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والتحكم فيها. وعلى وجه الخصوص ما جاءت به أحكام القانون العظمي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بنظام القائمة المفتوحة. وللتذكير فإن المجلس الدستوري سيقوم قبل اقتراع بثلاثة أيام بإصدار بيان يذكر فيه بكيفيات وإجراءات رفع الطعن إليه.